بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. في ذكرى الاستقلال أيها الإخوة والأخوات، نحن بحاجة إلى كلمتين مختصرتين. الكلمة الأولى في معنى الاستقلال الذي أكرمنا الله عز وجل به، وهو الخلاص من فرنسا وهيمنتها العسكرية على بلادنا، وهيمنتها في جانب الحكم المباشر في بلادنا. أما الاستقلال بمعناه العام فما زلنا نحتاج إلى أن ننتبه إلى أن فرنسا ما زالت تريد أن تبقى مستعمرة لنا، مذلة لنا، تسيطر علينا في الجانب الفكري، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الاقتصادي، وللأسف حتى في الجانب السياسي. فنحن بحاجة إلى أن نمارس حقنا في السعي نحو الاستقلال التام عن فرنسا وعن كل أعداء الله عز وجل، ولا عن كل الأمم الأخرى التي تريد الهيمنة علينا بغير حق، خاصة من الأمم الكافرة. فواجبنا أيها الإخوة الكرام أولا أن نشكر الله على ما تحقق وعلى جهاد المجاهدين وتضحيات المضحين، وأن نذكرهم بخير، وأن نستر ما عسى أن يكون وصلنا من أخطائهم، فإنهم بذلوا مهجهم من أجل أن نستقيم، فجزاهم الله عنا كل خير. ونشكر الله عز وجل ونحمده من أعماق قلوبنا على هذه النعمة التي أكرمنا بها حتى عدنا إلى بلادنا، وعدنا إلى إسلامنا، وعدنا إلى لغتنا، وعدنا إلى ديننا وإلى عاداتنا الطيبة وتقاليدنا الموافقة لديننا. فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لكن يجب علينا أن نشعر أولا وندرك ونوقن بأن الاستقلال اسم كبير لم يتحقق كله للأسف الشديد. ما زالت فرنسا تريد أن تبقى مهيمنة على مصالحنا، تريد أن تبقى مصالحها هي الغالبة في بلادنا، بنوكها شاعت في بلادنا كلها، يعني مشاريعها، هيمنتها، نسأل الله عز وجل اللطف والسلام، خاصة في فترات سبقت فتحت لها يعني صدور البلاد بشكل فظيع، فعادت إلى هيمنتها على كثير من جوانب حياتنا، خاصة جانب التعليم وجانب اللغة ونحو ذلك من الجوانب الحساسة في حياة المجتمع. فواجبنا نحن أبناء هذا الجيل جميعا، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، أن نجتهد في الاستمرار في التضحيات من أجل استقلالنا عن فرنسا، استقلالنا التام، حيث نكون لها ندا نفاوضها ونتحاور معها ونعاملها معاملة الند للند، بل معاملة القوي للضعيف. يجب أن نكون أقوى لأنه عندنا معطيات القوة. لكن الخيانات والعياذ بالله التي مرت ببلادنا في سنوات عديدة مضت أدت إلى استمرار هذه الذلة التي نحن فيها. فإن شاء الله ربي يعزنا ويغنينا عن فرنسا ويجعلنا إن شاء الله تعالى أقوياء بحيث هي تحتاجنا مش نحن نحتاجها، ونحافظ على إخواننا اللي راهم جالية في فرنسا وعددهم كبيرة، هم أيضا مواطنون، وهذا يستدعي منا معاملة طيبة مع من يحكمهم من أجل أن نحفظ حقوقهم، من أجل أن نحفظ لهم دينهم، من أجل أن نعلمهم لغتهم ونبقي ولاءهم لدينهم ولأمتهم قائمة. لذلك يعني لا دائما لا نعامل العلاقة مع هذا البلد المستعمر بحساسية مفرطة تؤدي إلى تفويت مصالحنا. نعم نحن لا ننسى التاريخ ولا ننسى ما فعلته فرنسا فينا، ولكن المعطيات قد تتغير فنعاملها، ولكن بقدر نحافظ فيه على عزتنا، نحافظ فيه على إخواننا المقيمين عنده، نحافظ فيها على مصالحنا، ونحافظ فيها على ديننا ولغتنا. أما الكلمة الثانية فموجهة للشباب الذين جعل عيدهم أيضا مناسبا أو متوافقا لعيد الاستقلال، فأقول لهم يا شباب، كل النهضات، كل الحضارات تقوم على أكتاف الشباب، والأمة تنتظركم، والجزائر تنتظركم، بل إنها تستغيث بعد الله بكم أن تنقذوها مما هي فيه. فلا تتركوا ما كان ماضيا فيما مضى في السنوات يعني 60 تقريبا التي مضت، لا تتركوه يستمر، لا تتركوا وضع الذل ووضع الخيانة الذي كانت عليه بلادنا يستمر. الآن نحن في وضع يقتضي منا شيئا من التغيير، شيء من الإصلاح للحكمة، شيء من الدعوة إلى الله وإلى الخير وإلى تآلف أبناء الوطن الواحد. إياكم يا شباب أن تكونوا معاول في أيدي الأعداء، يفرق بكم الأمة ويفرق بكم بين أبناء الوطن الواحد. إياكم أن تستجيبوا لنعارات القبلية واللغوية والعرقية واللونية، نحن أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، ربي خلقنا جميعا
كلكم لآدم وآدم من تراب، فإن أعراض التي تفرقنا لا خير فيها. فلا ينبغي أن نستجيب لهذه الأكاديميات أو الهيئات أو الجمعيات أو الجماعات أو الدعوات التي تدعو للفرقة بين أبناء الوطن الواحد، فنحن أمة واحدة. فتآلفوا وعاهدوا الله على أن لا تخونوا أمتكم، ولا تخونوا دينكم، ولا تخونوا لغتكم. حافظوا على لغة القرآن أيها الإخوة، لأنها عز لكم. فاللغة ليست يعني عرق أو شيء، لغة لسان، فمن تعلم العربية فهو عربي. فنحن نتعلم اللغة العربية، وإن كان جذور بعضنا مثل غير عربي، يتعلم اللغة العربية من أجل القرآن، من أجل السنة، من أجل أن يفهم دينه فهما سليما ويتلذذ بالبيان القرآني. فنحن أمة واحدة أيها الإخوة، توحدنا هذه العوامل، حتى عامل اللغة يوحدنا أيها الإخوة. وإن كان آية من آيات الله يتكلم الناس بلهجاتهم، هذا أمر عادي طبيعي لا ينكر ولا يحارب. أما أن تحارب العربية باسم اللهجات، أو تحارب العربية باسم اللغة الفرنسية، هذه خيانة للأمة أيها الإخوة الكرام. فأرجو أن نجتمع على كلمة سواء، وأن نعاهد الله، نعم أنتم أيها الشباب، نعاهد الله عز وجل على المحافظة على وطننا وعلى عزتنا وعلى ألفتنا وعلى وحدتنا. ونرجح غالبا جانب حسن الظن، شوي يغلبنا كثير سوء الظن فأهلكنا جميعا. غلبوا شوي حسن الظن، وتسامحوا شوي في بعض الأخطاء الخفيفة، ولنجتمع على القضاء قضايا الكبرى، حتى نفوت الفرصة على من يريد بنا شرا ومن يريد أن يضر بنا ضررا شديدا. لعلنا في تحمل الضرر الخفيف نفوت الضرر الكبير، وفي تفويت المصلحة الصغيرة نحقق مصلحة كبيرة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يلهمنا وإياكم الرشد، ويرزقنا وإياكم حسن التدبير لديننا ولدنيانا ولوطننا ولنا كأفراد، ولنا كأسر، ولنا كمجتمع، ولأمتنا جميعا، وأن يجعلنا رحمة على البشرية جميعا. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله.